بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن شاء الله عم نعمل محاضرة اليوم ما بين اليوتيوب والإنستغرام والفيسبوك، بس ولكن البث المباشر حيكون من الإنستغرام للصوت والصورة. فإذا حدا بيحب من الإخوة يسأل سؤال من المواضيع السابقة نقدر نبلش فيها ونقدر نبلش نبثها. في صوت على الانستغرام وعلى الفيسبوك بتصور؟ رجع الموضوع، إذا حدا بيحب يسأل صوته وصورة أهلا وسهلا فيكم. وعليكم السلام من الفيسبوك. نعم، طيب على كل حال حنبلش الأسئلة اللي حدا بيحب يسألها عن بحب يسألها بصوت وصورة لحتى يلا أنا بعدني منتظر أسئلة من الإخوة. إذا حدا بحب يسأل أسئلة على الفيسبوك أو على الإنستغرام، كمان في إمكانية صوت وصورة على على الإنستغرام. بحب حدا يطلب؟ في عندي الأخ جعفر. السلام عليكم اخ جعفر. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله استاذ اختار، اهلا وسهلا. وعليكم ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك، تفضل سؤال حبيبي. اهلا وسهلا فيك استاذ. نعم، الله يخليك، الله يسلمك استاذ. انا اسال عن الحيوانات. اي نعم، من المحاضرات استاذ سالت انه الحيوانات الانفس الضعيفه، نعم، انه هي ما يعني ما قبلت الاختبار او الاختبار مع انه محمد والي محمد، نعم، فخلقت على هيئة الحيوانات. نعم، هل عند موت الحيوانات وتذهب الى عالم البرزخ هل اشكالها تبقى حيوانات ام تكون اشكالها حالها حال البشر؟ نعم، عندما يعني اذا فهمتني. اي نعم، خلينا اول شيء نتحدث، خلينا نتذكر بس كيف الخلق صار بالتحديد لحل الاخوه لحتى يفهموا سؤالك لحتى نقدر نمشي فيه بسرعه. الله عز وجل اول ما خلق نور رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان لما خلق الله سبحانه نور محمد وال محمد كان طابع نوري. احنا عرفنا انه ناس قبلت الاختبار. نعم، وناس فشل. لا 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 مش فشل، لا 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 عفوا حبيبي، خليني بس اجاوب لحتى الوقت. فالطابة النورية نزلت بالماء لأن الله عز وجل نظر إليها نظرة الهيبة فعرق ذلك النور فعملت ماء، نزلت الطابة بقلب الماء فطلع انفجار ضخم. هذا الانفجار هو اللي طلع الأنفس، يعني شجرة الانفجار هي كانت شجرة الأنبياء اللي هي اللي امتحن فيها آدم عليه السلام والاستفي منها من هذه الشجرة. الأنفس الأخرى هي نحن، خلقنا رجالا ونساء ومخلوقات أخرى، وكل ما بعدت الطاقة النورية، كل ما بعدت عن الماء، كل ما خفت الروحانية لها، كل ما خفت روحها فخلقت، يعني كل ما بعدت عن هذا الطبق الأساسي كل ما صارت هي حيوانات، مش هي سقطت بالامتحانات. ها هو الفرق. ايه العفو، مو احنا قلنا انه مثلا الانوار اللي قبلتها النور مثلا يعني نقدر نقول هم كانوا مثلا من اتباع اهل البيت عليهم السلام، من نزلوا الى الارض، انا حسب ما افتهمت. لا 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 هي لا مش هيك، لا لانه الانوار الانفس الاولى اللي هي حد الشجره اللي هي قبلت بالشجره صارت تقرب لها، هن هدول اللي خلقوا شيعة على الارض وبعد منا ايه، بس البعاد كتير كتير، يعني فوق الماء اللي موجود بعده كتير خفيفة، صارت أنفس خفيفة. هاي الأنفس الخفيفة هي أنفس الحيوانات، منها ما هو مفيد لإلنا نحن، الأنفس الحيوانات. يعني نحن مثلا الله عز وجل أجاز لإلنا أكل البقر، أكل الكذا، هيدي مفيدة لإلنا نحن لحتى تثبت أرواحنا أكثر، لأنها أرواح خفيفة لإلنا. ومنها ما هو من الأرواح ما هو غير جيد لإلنا، مثل خنزير، مثل أسد اللي حرم الله عز وجل علينا،
هو شيء البعيد جدا جدا، اذا انت اكلته حيخفف روحانيتك، ما حتى إلها. عشان هيك قيل اذا اكل لحم غير لحم الحيوانات اللي الله حللها تقسي القلب، مثل اكل الخنزير يقسي القلب. ليه؟ لانه روحه او نفسه بعيد كتير، فانت اذا اكلته روحانيتك بتخف منك، فتقسي القلب مع الوقت يعني. فهمت؟ هي هو الموضوع. زين مش معنى انه زين الحيوانات هي فشلت الامتحان، لا، الحيوانات ما الله عز وجل ما قبلت الامتحان، مش ما قبلت الامتحان، هي ما لأن فيها نحن تاخذ امتحان. الامتحان. فهي لما فالله عز وجل لما انزلها على الارض، بعد موتها الله عز وجل بيرجع بيثبت لها ارواحها ويخلقها مخلوقات اخرى في الجنة. ها زين أستاذ، في حال مثلا الرجعة، نعم. هم الحيوانات مختصة بالرجعة؟ هلا بالرجعة يعني في عندنا مثلا مثل حدود سليمان، الله عز مثل حدود وجل، سليمان عليه السلام، نعم الله عز وجل، هدهد سليمان، هل راح يرجع كهدهد أم يرجع كشخص؟ لا يرجع أنت قلت كشخص، أستاذ يرجع إنه مثلا في عالم الرجعة، استغفرك، أنت قلت أستاذ في عالم الرجعة إنه إحنا راح حور العين هي نعم اللي راح للذكر والأنثى راح يكون نعم حور العين هي نتاج الأعمال، نعم أعمالنا نحن، نتاج الأعمال للذكر والأنثى، في نعم عالم الرجعة بعد ما راح يكون ذكر وأنثى، نعم هل الحيوانات أيضا مشمولة بهذا الشيء؟ هل لا راح تكون بعالم تشبه الرجعة، حالنا؟ بعالم الرجعة لا، ما في عنا روايات تتأكد هذا الموضوع، بس في عنا مثلا مخلوقات كالعصافير، كالهذا الله عز وجل يخلقها هي بحد ذاتها، هي لم تكن موجودة في عالم الدنيا، بس اللي وجد في عالم الدنيا راح مباشرة للآخرة، راح للآخرة والله عز وجل ثبته بخلق آخر. لأن مثلا يعني بدون شك لو كشف لنا الغطاء مثلا عن البقرة، عن البقر او الدجاج، يدعو لنا حين الذبح، يدعو لنا انه اللهم بما معناته زكي لحمي للناس صحيح او للبشر، وهو عم بيحط هذا كأنه يفني نفسه في سبيل البشر، بس ولكنه غير واعي الوعي الثقيل مثل روحنا نحن. فهمت علي كيف؟ فالله عز وجل جعلهم تثبيت لنا في عالم الدنيا، يعني مثلا طعام لحومهم مفيدة لنا. الناس اللي نهائيا بتوقف من طعام لحومهم مع الوقت ينتابهم نوع من الجنون، جنون يعني ممكن يكون شيء بالعقل، مش ضروري يكون مجنون مجنون، ممكن يكون انا يعني انا عاشرت ناس اللي بيسموهم فيجن، يعني فيجن ما بياكلوا نهائيا شيء من الحيوانات، يضلوا طول الوقت معصبين، عندهم عصبية شديدة، وضلوا وعندهم شيء غير تركيزي، يعني ما بيقدروا يركزوا طول الوقت. زين استاذ، سؤال بلا زحمه ولو كثرت من الاسئله، لا تفضل اهلا وسهلا. استاذ هل هنالك فرق بلفظه القران الكريم بين رب والله؟ اي نعم، بالقران الكريم، بالقران الكريم الله رب الارباب، نعم الله رب ممكن الارباب، ارد دقيقه، نعم الله احنا قلنا الله انه مثلا اذا احنا نريد نعمزه او نبين انه الله لا لون لا شكل لا حجم لا وزن، لا يوجد اي شيء، يعني نقدر احنا مثل ما نقول نشبه به لانه ليس كمثله شيء. نعم هل الرب هنا المذكور في القران هو النور الاول لمحمد وال محمد؟ نعم، خلينا نقول الله هو رب محمد، فهمت كيف؟ الله رب محمد، محمد رب علي، بمعنى انه هو المسؤول عنه، وباعتراف الامام علي قال انا ما انا الا عبد من عبيد محمد، الامام علي قال ما انا الا عبد من عبيد محمد. وذكر بالقرآن مسألة الرب كثير، حتى يعني مثلا إذا شخص تكلم، مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ربه اللي هو الله، ونحن ربنا هو المسؤول عن المباشر، هلا هو إمام زماننا. فهمت كيف؟ فأوقات بيجي بالقرآن الكريم إنه الرب هو الله مباشرة، لأنه هو رسول الله يتحدث عنه، و99% الرب هو ربنا، يعني رسول الله وأهل البيت هن الأئمة اللي هن عندهم الولاية التكوينية، مثل وباللغة العادية، الرب هي يعني رب البيت، رب الأسرة، هو المسؤول عنه، يعني مثلا وأشرقت الأرض بنور ربها، هذا نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بيجي مع الإمام علي والأئمة سلام الله عليهم، هذه بعالم الرجعة. نعم زين استاذ، في حديث في النص القراني مثلا عندما قال اني انا الله، نعم هل مقصود انه احنا قلنا انه اللي كان على الجبل هو عبد من عباد الله الصالحين، نعم وصل لدرجه علميه عاليه مثل ما نقول حال الخضر اللي صاح، اللي بجوز مو الخضر اللي صاحب موسى، المهم شخص شخص هذا الشخص من وصل الكروبيين، لمقام
ديني او علمي لا هذا عادي الشخص من جدا. الكروبيين نزل، هل نعم نزل بروحه الحقيقية. الكروبيين نعم بالضبط نعم بالضبط، هل في هذا المناسب هل الله عمل مثل ما نقول دوموني ام احمد الملكوتي ومحمد الاراضي النوغ الاول عمل دوموني للكروبي الشخص الكروبي بحيث قال اني انا الله؟ لا 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 انت حافظ خلط قصتين ببعضهم. القصه الاولى انه فاستمع لما يوحى، لما وقف موسى عليه السلام على الشجره، على الشجره بعد ما وقف على الجبل، فقال فالشجره قال استمع لما يوحى، اجاه صوت اني انا الله، اجاه الوحي عن هذا الصوت اللي هو صوت امير المؤمنين سلام الله عليه، قال اني انا الله، فهمت علي كيف؟ فهذا الصوت نقل النور الأول نقل عن هذا الصوت اني انا الله، يعني الله يتحدث النور بالمباشر. الأول نعم، هلا انت عم تتحدث عن منطقة اخرى. النبي موسى عليه السلام راح مع اصحابه السبعين، وهن اللي اختارهم او الاربعين اللي حسب الروايات اختارهم، ووقف وقال ارنا الله جهرة، بدون يشوفوا الله مباشرة. فالنبي موسى طلب من الله انه يريهم جهرة، فالله عز وجل انزل شخص من الكروبيين، مش لا محمد الملكوتي ولا علي، لو نزلوا على الارض لفنيت الارض، النور الحقيقي لإلهم. انزل شخص كروبي، والكروبيين يعني مثل فيك تقول مثل سلمان المحمدي، مثل ابا ذر الغفاري، نزل بهذه الروحانيه، روحانيه الكروبيين هي اللي، وهو اغلب الظن نزل سلمان المحمدي تحدث مع موسى، لما نزل بروحه الحقيقيه روح الكروبيين الكبيره ما قدروا يتحملوها. والقرآن الكريم قال جعل دكا وخر موسى صعقا من شدة الروحانية القوية اللي ما قدروا يتحملوها. فهون هن عرفوا انه هن غلطوا، والله عز وجل أعاد إحيائهم من أول وجديد، فهم كيف؟ لأن الله عز وجل زين قلت لك استاذ، فوق كل شيء. نعم. زين ولو قاطعتك استاذ، لا تفضل. ولو اخر سؤال استاذ، ما كان المفروض بالنص القراني يقول اني انا رب؟ لا، لأن الله عز وجل يتحدث معه، موسى عليه السلام هو مرتبة كليم الله، مرتبة. نحن أنا شرحت بالمحاضرة من قبل معنى المقامات، عندنا عدة مقامات، منها مقام الكليم، فهمت كيف؟ يعني الإنسان العادي قادر إنه يوصل على هذه المرتبة لحتى يتحدث مع الله عز وجل عن طريق صوت اللي هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. مرتبة كليم الله، مرتبة يوسف، مرتبة الأنبياء ذكروا بالقرآن الكريم عشان المراتب، عشان هيك أنت بتلاقي بتفتح كل شوية القرآن بتلاقي موسى، بتلاقي عيسى، بتقول ليش ذكروا كتير بالقرآن؟ وكل مطرح ذكروا بمطر يعني من زاوية أخرى، لم يذكروا من زاوية واحدة. مثلا في بأحد الصور إنه الله تحدث مباشرة لموسى، بس الحمد لله هيجت الصورة الثانية قالتنا لا فاستمع لما يوحى إني أنا الله، فهم كيف؟ يعني أعطتنا زاوية الولاية، إنه الولاية هي للربوبية الأساسية لله عز وجل يتحدث منها مباشرة معنا. نعم. شكرا 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 حبيبي جزيلا لك، أهلا شكرا وسهلا على فيك. وقتك أهلا، وعلى شكرا على تعليقك، الأسئلة الحلوة. نعم أنا خليني على حد الله ما يخليك، إن شاء الله بيوصل. في إذا حدا عنده كمان أسئلة موجود على تفضل حبيبي. في عندي حدا شخص آخر عم يسأل، عندي كمان عم يطلب السؤال. أنتوا كمان إذا بتحبوا تسألوا، ما عندي صوت وصورة. نعم عم نختصر بالمواضيع. الأخ الآن سأل السلام أسئلة. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك استاذ؟ الحمد كيف لله، صحتك؟ كيف الصحة؟ أهلا وسهلا. استاذ ممكن تجاوبني عن سؤال، انه العلوم اللي جاي تشرحها لها علاقة بالدراسة الحوزوية والعلوم الحوزوية في النجف الأشرف؟ طبعا كل العلوم مرتبطة ببعضها البعض، يعني أنا مثلا لما أقدم العلوم ببين على أهمية الحوزة وأهمية الأشياء التي تطرح بها، بس ولكن العلوم اللي أقدمها هي مختلفة شوي، هي مكملة لهم، يعني بتكمل هذه العلوم الأخرى. يعني لازم واحد ياخذ من هاي العلوم مثل المنطق والفقه وغيرها من هاي العلوم الموجودة بالحوزة، ومن نعم. ثم بعدها يتوجه على هاي العلوم اللي أنت جاي تشرحها. خليني اقول لك شغله مهمه بالعلوم الروحانيه، اذا الشخص ما بيفوت ما بيدرس الـ ما بيدرس الـ الـ الفقه ما بيوصل لمطرح، يعني بيصير ابليس هو معلمه، فهمت علي كيف؟ فيجب على الانسان السالك انه يدرس هذه الامور، لذلك انت بتلاقي معظم السالكين كانوا من المراجع او كانوا من الفقهاء او كانوا من يعني الدارسين الفقه، فهمت علي؟
يعني مهم جدا انه تدرس الفقه انت لتوصل لكمال وتكامل مع العلوم الاخرى. علم الفقه يعني هو مهم انه كمال مع بقية العلوم. ايه لا مش بس علم الفقه، لحتى تعرف انت الحلال من الحرام، اهم شيء بالموضوع الحلال بالحرام، انت اذا بتعرف الحلال والحرام بتقدر تطبق الاشياء الاخرى، لان قلت لك الدين هو الدستور. كيف تريد السلوك الى الله عز وجل ولا تعرف دستوره؟ يعني مثلا انت موجود بدولة، انت موجود بدولة، كيف بدك تصير رئيس هذه الدولة وانت مش دارس الدستور لإلها؟ فهمت كيف؟ فدرس الحوزوي هو شيء مهم جدا، وبالإضافة للسلوكي، يعني السلوكي او العلوم التي أقدمها. نعم استاذ، يعني الفقه تقصد درس الرساله العمليه والمرجع اللي انا اقدمه هيك مثلا؟ اي نعم ممكن دراسة، نعم ممكن دراسة العملية، دراسة الرسالة العملية للمرجع اللي انت تقلده هو بيكون كافي لهذا الموضوع، اذا انت ما بدك تتخصص كشيخ، يعني انت اذا اردت التخصص كسالك بس. مهم، اهم شيء بهذا الموضوع انه انت تكون تعرف صلاتك وصومك والحلال والحرام. نعم زين استاذ، العلوم اللي انت تشرحها ولو واحده من طولت عليك ايه تسمى علوم الروحانيين او تسمى علوم السالكين او ما يعني والله تسمية والله يعني معينه؟ ما في تسمية، الذي أقدمه ما له تسمية معينة، يعني مثلا هو جامع لكل العلوم مع بعضها البعض. يعني هو أنا بنظري هي العلوم التي توصل الإنسان للكمال نحو الله عز وجل. فعشان هيك ما سميتها اسم، ولا بدي أحطها ضمن اسم، ولا بدي أحطها هي تابعة لإلي، ولا بدي أنا أكون قطب لإلها، ولا بدي أكون شخص مسؤول عنها. فهمت علي كيف؟ هي علوم أقدمها لله عز وجل، وبتمنى أنه توصل لكل الناس وكل الناس تستفيد منها. نعم. زين، هاي العلوم مستنبطة من كتب معينة يعني لو يعني اطروحاتك الخاصة؟ لا هي معظم ما أقدمه هو ربط نقاط، يعني مثلا علوم أقدمين من زمان قدموها، بس ما تطورت هلا بالعلوم الحديثة. كل اللي عم بعمله إنه عم شوف، ما عم سقطها تسقيط، ولكن عم بعطي دليل على إنه الأشياء إلها مواهي، والمواهي هي الأشياء اللي بتقربنا لله عز وجل، وبتحدد السلوك المهم لله. يعني مثلا بموضوع مثلا لماذا خلق الله عيسى؟ لو ما موضوع انه لقينا ياسين بالوسط وعلي على الاطراف، ما عرفنا انه مثل الله عز وجل عيسى وادم انه يفهمنا كيف خلق علي من محمد. هذا الموضوع مثلا من المواضيع الجديده. بيا علم احنا استنبطنا اسم الامام علي واسم النبي محمد بعلم من بعلم الأح... كلمه عيسى. بعلم ال... بعلم القران والاحرف بعلم القران والاحرف علم الجفر يسمى؟ لا، علم الجفر لا يوجد عند أحد إلا عند أمير المؤمنين، بس ولكنه هذا جزء من علوم الجفر الأصغر يعني. نعم. زين، ممكن أسألك أنه رأيك بأشخاص معينين لو ما لا بعتذر منك بعتذر منك بلا رأي، خلي الموضوع يكون علمي 100%، وإن شاء الله. لا إذا يعني أنا مش حدا لحتى أقيم شخص، بس ولكن أنا بصير أتحدث عن شخص إذا صار يدعي وصله بالإمام المهدي. فهمت كيف؟ أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك. نعم، في أخت عم تقول موضوع إبراهيم عليه السلام يطمئن قلبي، إن شاء الله بدي أقدمه بمحاضرة قريبا، لأنه موضوع مهم جدا، ما في أشرحه مباشرة بعدة دقائق. اللي عايش بكندا وأمريكا، من الأفضل أن يبقى أو يرجع للشرق الأوسط؟ حاليا لا، يبقى لموضوع اللي موجود هلا بالشرق الاوسط بعد ما خلص، بعد طرح الاشياء الاخيره السلام عليكم. اللي هو السفياني. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. شلونك محمد؟ اهلا وسهلا، كيف الصحه؟ شو رمضان اخبارك كريم حبيبي؟ وعليكم ان شاء الله، شهر مبارك. حبيبي اهلا وسهلا حبيبي، اريد سؤال سريع واريد وجهه نظرك. اوكي تفضل تفضل حبيبي. انا عايش بشمال العالم وفي منطقه بالصيف الشمس ما يغيب وبالشتاء دائما دارك. نعم. فبرمضان شنو هو الحل من تجي هاي الايام ان الشمس ما تغيب؟ شلون يعني يكون الصيام؟ والله هذا الموضوع يرجع به الى مرجع التي تقلده، لان كل معظم يعني المراجع بهذا الموضوع كل واحد اعطى راي، والراي السائد بيناتهم بقول لك اياه، بس انا ما بفتي لك اياه. انت لازم ترجع للمرجع اللي بتقلده، انه بتصير تصوم على الاوقات، يعني مثلا بتعطي حالك 12 ساعه وبتصومهم وبعدين بترجع بتفطر، بس ولكن يجب الرجوع الى مرجع تقليدك. نعم.
يعني لا يجب الرجوع، لأن هون وإلا لشو المراجع موجودين؟ إيه. أنا ما في أتعدى، أنا ما في أتعدى على شغلة غيري، هذا موضوع يجب إنه يوم لأنه يوم القيامة نسأل، أنا ما في أوصل لهي المرتبة يعني. نعم. اوكي شكرا محمد، أهلا شكرا على وسهلا، سؤالك، أهلا وسهلا، شكرا حبيبي. رحم الله والديك، مع مع السلامة، السلامة. بأمان الله. في أخت عم تسأل، أخت نورة عم تسأل، النبي نوح أنقذ المؤمنين فقط بالسفينة، والذين غرقوا العاصين فقط. السؤال بالطوفان العظيم، هل غرق جميع سكان الأرض أم فقط قوم نوح الظالمون؟ حسب الدراسات العلمية صار الطوفان فقط بالمنطقة الشرق الأوسط، ما كان في مخلوقات أخرى إلا من نسب غير نسب آدم. أنا ما طرحت ولا مرة هذا الموضوع، لأنه علميا يوجد دي ان اي مختلف، عدة دي ان اي مختلف عن الدي ان اي الموجود لنا نحن، يعني في سكان اخرين بيختلف الدي ان اي ببعض الاشياء بالمية، وهذا دليل على وجود انساب اخرى كانت موجودة من الناس واختلطت لاحقا مع ادم. لذلك موضوع طرح النبي نوح كمان يجب ان يكون بمحاضرة مختلفة، لانه له تشعب كثير، ويجب فهمه. حتى ابنه لنوح، هل مات مباشرة بالطوفان ولا مغرقين لاحقا؟ يعني هل هو ابنه لديه شجرة، هي الشجرة التي أدت إلى مولد بني أمية وهالأمور كلها؟ هذه كلها تطروحات يجب ربطها بالعلم، يجب ربطها بالقرآن الكريم، يجب ربطها بالأحاديث، وبعدين صار من المغرقين لاحقا، ليس من المغرقين مباشرة عندما قامت السفينة. عندي سؤال من شخص، لحتى نظرية داروين، إذا إن شاء الله أجيب عليها مباشرة بعد ما أجيب على الشخص، إذا حيفوت على الخط. طيب حجيب أجيب عليها لحتى يفوت على الخط. نظرية داروين أيها الأحبة، الإسلام كعموم يؤمن بموضوع التطور، ولكن كيف يتطور الإنسان؟ كيف يتطور الإنسان؟ هذا موضوع بحثي، دراسة بحثية، حتى بعض العلماء سوف يستنكرون الذي سأقوله اليوم. مثلا نحن عندنا الدي إن إيه فيها مليارات البروتينات، يعني مثلا في الار ان اي والدي ان اي، بقلب الار ان اي الذي هو تشعب من الدي ان اي بتلاقي فيه مليارات البروتينات. هذه البروتينات منها ما هو خامل، منها ما هو خامل البروتينات، ومنها ما هو غير خامل. شو معنى خامل؟ يعني مثلا المفروض يكون انا عندي جناحات، بس ولكن بقلب الدي ان اي موجود الجوانح، بس ولكنها غير مفعله، يعني هي الدي ان اي غير مفعله. نحن لما نروح نعيش بمنطقه من المناطق، المنطقه اللي نعيش فيها مع الوقت بسبب تردد جبل قاف تفعل، هذه تفعلها فبتتحول مثلا لالوان، بتحول للنمط الذكائي، بتحول للشكل، بتحول للون، بتحول لاشياء اخرى. فلذلك نؤمن بهذه النظريه، بس ولكن مش انه هو تطور، لا، التطور موجود من قلب الدي ان اي، لان الله عز وجل اعطاها التعريف الاول، والا مستحيل انه الطبيعه تعرف مثلا انه لازم تلون الجلد اذا ما كان في تعريف لها. يعني جواب بطريقة مختصرة، وأتمنى أن يكون جواب سهل الفهم. يعني في عندي، عم بيكون عندي ريكوست، ما عم بيكون عندي ريكوست. طيب إذا سؤال آخر، كأنهم الياقوت والمرجان، آية في سورة الرحمن. إذا فهمنا أن المرجان تمثل الأنوثة، فإلى ماذا يرمز الياقوت؟ الياقوت يعني بحكم المنطق، إذا الياقوت والمرجان، أنا قلت لكم قبل كل شيء طولي هو أنثى، كل شيء مبروم هو ذكر. هذا بعالم الملكوت، بعالم الناسوت تقلب الصورة، يعني مثلا أنت شوف صورتك، الصورة لما تجي لعندك تقلب الصورة من جواتك، يعني الصورة نحن هلا بنشوفها بعيننا مقلوبة والعقل يراها بهذا التركيز. ليه؟ لأنه هنالك أسرار ملكوتية لهذا الموضوع، هنالك نسبية الملكوت والناسوت مع بعضهم البعض. وين دليل هذا الموضوع؟ دليل على الموضوع هو شيئين، هو الشيء الأول هو الهيدرون كولايدر. الهيدرون كولايدر هو المفاعل الجزيئي الذي يقوم باصطدام الهيدروجين ببعضه البعض، عندما تصطدم ببعضها البعض هنالك أشياء دائرية بتطلع، هنالك أشياء طولية. طيب لننظر إلى شكل آخر من الأشكال، هي عصاة موسى. عصا موسى لما يضربها على الأرض، الأرض هي دائرية، طلع مخلوق آخر. هنالك أشياء طولية، أشياء دائرية.
فالأشياء اللؤلؤ، اللؤلؤ هو يرمز للرجال، لذلك اللؤلؤ هي من المجوهرات التي تحبها الامرأة ولديها، ولدى اللؤلؤ ألوان مختلفة. والمرجان اللي هي أشياء طولية التي تؤدي إلى فتح الخلق، يعني كيف هو هي معناتها باللغة العربية الضلع. الضلع ليس ضلع القلب هون أيها الأحبة، الضلع هو ضلع رياضي، أنا قلت لكم من قبل، لنتوقف عن إهانة أهل البيت، نتوقف عن إهانة الله عز وجل بعدم فهمنا لمعنى الضلع. الضلع ليس الضلع اللي نحن موجود على جسمنا، الضلع هو ضلع رياضي، لأنه أنت لما تجيب دائرة ولما تحط عليها خط بيفتح خلق آخر اللي هو الخلق الجديد. عشان هيك حرمت اللواط، لأنه دائرتين حد بعض، الدائرتين حد بعض ما بيفتحوا خلق، والخطين حد بعضهم ما بيفتحوا خلق، اثنيناتهم بيمنعوا الأرواح أنه تفتح من أول وجديد. لذلك يجب أن نفهم تحريم اللواط، تحريم الشذوذ الجنسي، تحريم هاي الأشياء، لأنها ضارة بالطاقة، ضارة بالموضوع الملكوتي. في كمان، خلينا نشوف إذا في بعد أسئلة. نعم، في أخ عم بيطلب يتحدث، requests. كمان لحتى يرجع يعمل كونكت بدنا نشوف سؤال آخر. تحدثت عن خروجنا من العدم بعدما نادانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف نعود من العدم عبر الدنيا إلى الوجود الكامل؟ نحن في الدنيا يا أحبة كلياتنا، عندما دخل هذا النور علينا من العدم، نحن دخلنا إلى عالم الدنيا. الله عز وجل بقدرته وقوته من عالم الأرحام الأول، من عالم الأرواح الأول، كيف خلطت العجينة. العجينة يعني معناتها فهم التسبيح، تكون من قبل مثلا لما اهل البيت بيقولوا خلق شيعتنا من باقي من فاضل طينتنا، مش فاضل طينتنا هون يعني انه الله جاب عجين وعجنهم وبعدين عمل هيك 12 هيكل وبعدين خلق اهل البيت وبعدين بقي شوية رمل وخلقنا منهم كده. لا، طينة اهل البيت هي التسبيح، تسبيح يعني طينتهم التسبيح، طينتهم المحبة، طينتهم الأخلاق، طينتهم القرب العشق إلى الله عز وجل. فلما نحن نلتفت إلى التسبيح والتهليل والصلاة، كأننا خلقنا من فاضل طينة أهل البيت، لأنه من أساس التسبيح، أساس التهليل، أساس العلم، أساس كل شيء. فنفس الشيء بمعنى العدم، لما جينا من العدم إلى عالم الدنيا، هذه الطينة موجودة بالفطرة، بالفطرة الأولى، ونحن عندما نلتفت إلى الله عز وجل ترجع بتجينا من أول وجديد. بس ولكن عندما نبتعد عنه نعود إلى العدم. بس لكن العدم لما إجا نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه، شو عملوا؟ حول ورفضوا، حولوا إلى نار. الله عز وجل ذكرها بعض الروايات، بعض الآيات، إنه لا تحضرني هلا الآية، بس ولكن فوقهم نار. نار شو معناتها؟ لما يضرب نور قوي وانت بتكون كالخشب، اخشاب مسندة، بصير فوق النار. ليه؟ لانهم يقاومون ذلك النور. فالنار الاخرة، النار الاخرة الله عز وجل خلقها نار من اجل ذلك، لانه اجا نور خبط باجسادهم من رفضوا نور فتحولوا الى نار. يعني النار منهم وفيهم، النار الاخرة هي منهم وفيهم. لماذا مثلا بنقول ما الله خلق عذبهم بالثلج؟ ممكن الجليد ممكن يعذب، مثلا اذا جبت انت ليكويد نيتروجين، ليكويد نيتروجين حطيت ايدك فيه بتجمد ايدك بلحظات، مزبوط، فتكسر يدك هون وبموت الخلايا وبصير في كأنك حرقتها. بس ولكن الله عز وجل خلق النار، خلقتها من العدم، لأنها النار قريبة من العدم. سر من أسرار الصفر، صفر يعني صفر يعني زيرو افكت، مش الصفر العادي اللي مكتوب على الورقة، هو النار. إذا بتروحوا أنتوا على الفيزيائيين الحديثين وبتكتبوا عن عن ما هي النار، بيقولوا لك النار هي جزء، لا، ولكنها النار اللي موجودة بهون وموجودة بعالم الأخرى هي تعد من أسرار الله الكبرى، التي بعض العلماء الأفاضل الكرام القدام، منهم إذا بيحضرني اسمه، الذي ألف رسائل الحكمة، تحدث عنها وقال إنه فيها سر كبير. يعني بعلمه في ذلك الوقت وصل لهذا الأشياء التي تتحدث عنها، مش أشياء الخيمياء والأمور، لا، هو ما يفوق الخيمياء. النار إلها أشياء أحبة، سر من أسرار الصفر. صفر يعني شو؟ يعني إذا ضربته بصفر بصير صفر، يعني أي رقم تضربه بصفر بيختفي، بصير البلاك هول، الثقب الأسود. إذا أي رقم قسمته على صفر بصير الوايت هول، يعني بتقدر تنقله من محل لمحل آخر بما يسمى طي الأرض. إذا عندي بعد ناس عم تطلب، بعد الأخ عم يطلب كل شوي بس ما عم بيعلق، إذا في حدا تاني يطلب إنه يتحدث.
اهلا حبيبي، تفضل. اهلا وسهلا. طيب كمان لحتى يعلق الارسال. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل حبيبي. اهلا وسهلا. آسف، هذا الإنترنت مالتي صحيح؟ اي نعم، مرات. تفضل حبيبي، شو هو سؤالك؟ طبعا أنا عندي 3 أسئلة، بس هسه أنت صورتك واضحة، أنا يوصل لك صوتي نعم، يوصل الصوت. ممتاز. نعم، تسمعني؟ ايه نعم، اسمعك، تفضل حبيبي. نعم، اي، السؤال الاول هو يعني الافرج مالت الانسان هسه العمر يكون، يعني خلينا نقول اقصى شيء انه يصل، احنا عمرنا حاليا 30 سنه. هو في شيء في قلبي وانه اريد اتاكد من عنده، هل اللي اعمارهم 30 سنة راح يلحقون على وقت الإمام المهدي قبل ما يصلون 70 سنة أعمارهم؟ السؤال الثاني أنه في المحاضرات تقول أنه الإمام المهدي راح يكون يختال، ف شنو الطريقة اللي نغير هذا الشيء نعم للحفاظ عنه؟ نعم السؤال الثالث إذا تقدر لهم، لأن الإنترنت مالتي يقطع. نعم، على قد ما في، عم بفهم. السؤال الثالث، نعم، هل ملتقي أنت في ملاك أو لا؟ طيب شكرا لك، حبيبي، أهلا جزيل وسهلا. الشكر، أنا من متابعيك دائما. أهلا وسهلا، متشرف فيك. بالنسبة للسؤال الأول عن أعمارنا والإمام المهدي، بالنسبة لأعمارنا والإمام المهدي، هذا الموضوع ما في إلك إيه ولا لا، لأنه يعد من المؤقتين إذا نحن وقتنا لخروجه ولا لا. لذلك نقول أنه يجب أن نركز على أنفسنا. نعم، يعني يجب أن نركز على أنفسنا نحن، بتعلمة أنفسنا لحتى نوصل للإمام المهدي، نكون من الممهدين له، ولعل ذلك يستغرق بعض السنوات أو طول عمرنا، مش مهم. السؤال الثاني، حسب ما بتذكر، شو، عفوا، فيك ترجع تعيد السؤال الثاني؟ اغتيال الإمام المهدي. نعم، ممكن تغيير هذا الموضوع إذا نحن كنا على مستوى عالي، على مستوى عالي من الفهم الرسالي بالدعاء وحماية الإمام، فهمت كيف؟ لأن في ناس لا تزال، لما يقول يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، الإمام المهدي يعني يملأها بالعدل ولا تملأ كلياتها 100% بالإسلام، فبضل في ناس منافقين، بضل الناس متخبيين، وبيحاولوا يوصلوا لاغتيال الإمام بالعلوم التي سوف يقدمها. لذلك فهم العلوم بالطريقة التي سوف يقدمها الإمام، وبهذه الطرق وصل العلوم كلها مع بعض البعض، مهمة جدا للحفاظ على حياته، إلا إذا شاء الله شيئا آخر. والشيء الآخر، إذا أنا ملتقي بملاك ولا لا، مش مهم الموضوع. قلت لكم من قبل، الملائكة هي أشخاص تأمر الناس ولا تحب اللغو، يعني مش مثل الحديث مع الجن أو الحديث مع ناس تانين. هني أشخاص يحبون الله عز وجل ويعملون بأمره، ولا ما بيحبوا يضيعوا وقت. لذلك لا يمكن الحديث مع ملاك إذا في تضييع وقت أو في أشياء غير مهمة أو غير مفيدة للناس أو غير مفيدة لي شخصيا. يعني عندي سؤال. أهلا وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيك مرة تانية. الله يحفظك، الله يخليك الله يحفظك، أستاذ. نعم، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله على هذا العمل وأعمالكم الكرم إن مع شاء الله، أخوانك. وأعمالكم يا رب. بالنسبة عن اسم الجلالة لمخلوق الله سبحانه وتعالى، عز نعم وجل، نعم الله سبحانه وتعالى مجرد من كل شيء، لكن هل هو هذا الاسم مخلوق؟ هل يعني انه احنا نتحدث انه كل شيء مخلوق لله، ذاته نفسه وروحه؟ نعم يعني نتحدث ايضا مثلا احيانا في كتاب اسمه الدر الثمين انه يتحدث انه الله سبحانه وتعالى جعل مثلا رسول الله روحه، والثاني عليه السيد والسلام ثاني رسول الله عليه نفسه، نعم لكن هي مخلوقه طبعا، نعم على ان الله جل وعلا خالق عظيم مجرد من كل شيء. نعم لكن هل هذا اسم الجلال ممكن احيانا نشير الى يعني انوار القدسيه؟ أو
لا هو مخلوق. نعم، هو المخلوق. إذا أنت بتشوف كل المخلوقات التي هي موجودة بالأسماء كأسماء، هي مخلوقة من أحرف الأبجدية، وأحرف الأبجدية نفسها مخلوقة من الجيومتر المقدس اللي هو خلق من الدائرتين الأولتين. يعني أنا بمحاضرة سابقة قلت كيف خلق الحسن والحسين من محمد وعلي مع بعضهم البعض. هذه المحاضرة جدا مهمة، لأن هذا الخلق في كل الأحرف الأبجدية موجودة بقلبه. فإذا الله إذا نعم إذا الله عز وجل خلق كلمة الله من هذا المفعول، فإذا نعم هو تابع للنور المحمدي. بس أنا ما في إيه نعم اللي هو نعم، فهون بيصير الله هو رب محمد، يعني معناته الله رب محمد. يعني رجعنا لربوبية الله لمحمد، ومحمد هو ربنا بمعنى المسؤول عننا يعني. سيد الوجود صلى الله نعم عليه وسلم. نعم والله هو رب الأرباب. فبقول لك شغلة مهمة في هذه النقطة، أنا ما قلتهاش للأخ اللي قبل لما سأل عن الربوبية. معنى من معاني الولاية الحقيقية ليس فقط إنه نقول أمير المؤمنين هو مولانا، أمير المؤمنين نحن نبايعه للولاية. لا، الولاية الحقيقية تتفرع إلى مسؤوليتك عن بيتك، تتفرع مسؤوليتك عن زوجتك، عن أولادك. وعندما ترتبط هالأشياء الثلاثة بصير في عندك ولاية مع أمير المؤمنين. يعني بدي أقول يعني مثلا أنت شوف، في أحد الصحابة قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشهد مع رسول الله، فإجا الرسول ودفنه. صور هو شهيد والرسول كفنه وغسله وصلى عليه، فقال لهم الآن صاحبكم يضغط. فاستغربوا كلياتهم، وكيف يضغط؟ لماذا يضغط؟ قال لهم كان في، يعني عنده هو هذا الصاحب في خلقه شيء قبيح لامرأته، يعني يمكن كان يعيط على مرته أو يضربها. فالله عز وجل عاقبه بالرغم من أنه كان موالي لرسول الله وأمير المؤمنين. فهم كيف؟ فالولاية لأمير المؤمنين والرسول يجب أن تكون بدفع استحقاقات الولاية والربوبية، لمنها أنت ربوبيتك على البيت، لربوبيتك على امرأتك، وبعد منها ربوبيتك، بعد منها ربوبية المجتمع عليك، بعد منها ربوبية أهل البيت عليك أنت كشخص وعلى المجتمع، بعد منها نصل إلى رسول الله. يجب أن نفهم هذا النظام لحتى نفهم المعنى الولاية. هي هو معنى الولاية. الولاية ليست فقط لطم، الولاية ليست فقط أنه نقول نحن مع أمير المؤمنين وبنترك مرتنا وأولادنا لا، الولاية كل هذه الأشياء. طبعا نعم طبعا نعم من هاي المدرسه كلها بالتالي هي كلها البيت، يعني من نشأة نقول احنا اساسيه جوهريه، أكيد يعني نعم نشأة اجيال تربويه كلها لاجل انه نعم. يعني عفوا عفوا، أنا طلعت عن موضوعك شوي، الموضوع الله بس، ولكنه هذه مرتبط بالربوبية عشان هيك. إيه بالضبط احسنت. لو اشرت لحضرتك المحاضره الذكوريه التشريع نعم نعم وضحت هاي المواضيع خصوصا. نعم نعم طيب السؤال الثاني حبيبي استاذ محمد، الاجساد الملكوتيه، اجساد اللي تجلوا بها البيت على عالم الترابي، يعني انه هو المعصوم بيقول نحن الانوار الالهيه المودعه في الهياكل البشريه، نعم فتجليهم على عالمنا صلى الله عليه مجمعين هاي الهيئه، فاجسادهم بعد انه حسب ما سمعت انه اماكن دفنهم صلى الله عليه مجمعين اللي هي واثاركم في الاثار بزياره جامع كبيره نعم او اجسام، يعني أجسامكم في الأجسام نعم، اجسامكم وأرواحكم في في الاجسام، الأرواح نعم نعم. واثاركم في الاثار نعم، وقبوركم في القبور. الموضوع اللي هو يعني حقيقه في ذاك الوقت سمعت كلام بتداول بعض الناس تحدثوا انه اجسادهم الطاهره عليهم السلام انه صعدت للعالم ارتفعت لكن بقت مجرد الاثار، هل اكو مدى صحه هذا الكلام؟ يعني حقيقه ما يعني ما وجدت انه حديث الا في حاله واحده انه يوم يعني اللي هي ليله دفن سيد الاوصياء امير المسلمين عليه من قال له يعني خطاب وجه للامام الحسن والحسين الله عليه، يعني لو تفتحن قبري الان بعد انه لا تجدون انه ما موجود لاني التقي جسدي حيتلاقي مع جسد الرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعد اللحظه هل هو حيرجع؟ هل هو حيرتفع او انه لا؟ لا، يعني بقت كاثار لو من سمحت. احد اسرار ال انا حجاوبك على جواب سؤالك، بس من احد اسرار اهل البيت الكبرى انه انت اذا جبت، قلت لك مره انه انت اذا جبت مقام معين وقلت هذا مقام امير المؤمنين مثلا، وقلت انه مقام الامير المؤمنين هون موجود مثلا، وانت امنت به وامن به مجموعه من المؤمنون، بصير فعلا هذا المقام مرتبط بامير المؤمنين مباشره، او مرتبط باهل البيت، لانهم هن موجودين كلياتهم في الارض. الارض هي لإلهم، هن الارض هي لإلهم. يستطيع مثلا امير المؤمنين انه يكون موجود على ارضنا، وبنفس الوقت ب5 ملايين واحد بالحلم، وبنفس الوقت موجود على كواكب اخرى، وبنفس الوقت موجود في العالم الاخر. نعم، وهذا الشيء موجود بالفيزياء، اسمه دبل سبليت ثيوري، اسمه دبل سبليت ثيوري بالفيزياء.
يعني هذا اذا واحد قال لي لا مستحيل يكون واحد موجود بمطرحين نفس الوقت، هذا شيء إلهي. لا مش شيء إلهي، هذا شيء فيزيائي عادي، عادي جدا وموجود وين ما كان. وتقنية المواصلات بالمستقبل سوف تستعمل دبل سبليت ثيوري، يعني على عهد الإمام المهدي منا سوف يرسله إلى كواكب أخرى، يعني في منا في الإمام المهدي سوف يرسل مرسلين منه هو من هون من الأرض إلى مجرات أخرى فيها ناس آخرين، يعني مش حيجيب صاروخ ويطيرون، لا حيفتح البعد ويدخلهم منه. فهمت علي كيف؟ من هذا الباب. نعم بروفيسور. نعم ايه من هذا الباب. فهذه من الاشياء. فهلا بتقلي اهل البيت، نعم اهل البيت موجودين بهذيك الاماكن ولكن اجسامهم حقيقيه باماكن اخرى لانهم هن عايشين مش ميتين. اذا الشهيد العادي بيعيش كيف اهل البيت؟ نعم لا لا طبعا، لكن نعم اكيد نعم كاستاذ يعني. نعم نعم حبيبي محمد، بالنسبه للشاكرات وحقيقه موضوع الشاكرات حقيقه يعني ما تعمقت بالموضوع، بس انه هو سمعت منه محاضرة يعني عن حديث يعني كلامك عن موضوع الشاكرات، لكن أكو كتاب تابعت عنه أنه أكو طرق لتفعيلها. شو نصيحتك في الموضوع هذا الصراحة؟ أنا حتى سبع شاكرات، أكو شاكرة ثانية شاكرة الموت تسمى يعني. نعم شاكرات، لكن شاكرات هذا الشيء نعم أفضل. نعم نعم يوجد تفعيل الشاكرات. هل تفعيل الشاكرات يكون عن طريقين، يا إما الصلاة بالسجود، يعني مثلا لما انت تعمل مثلا السجود بيسموه السجود البرزخي اللي هو استعمال اليونسية، الدعاء اليونسي سبحانك اني كنت من الظالمين، بهذا السجود لما اكثر من 111 مرة هذا بفعل الطاقة الحقيقية للشاكرات، بفعلها بالطاقة الحقيقية. يعني مثلا بعض العرفاء كانوا يوصلوا فوق 100، اي رقم مثلا 100 او 300 او 700 او 1000 بيعملوه كان بهذه الدرجات، 4 درجات ما السجود. بالسجود. نعم تفعل الشاكرات، ويمكن تفعيل الشاكرات عن طريق الاحجار الكريمه، يعني مثلا كل شاكره لها لون، الوان الاحجار الكريمه التي نلبسها هي بتفعل هذه الاشياء، بتفعلها فينا. فهم كيف؟ واضح يا استاذ محمد. نعم زين انك حضرتك مجال بعد لو انه إذا الإخوة عندهم أسئلة. طب تفضل اسأل سؤالك الأخير. نعم زين طيب لا احنا حتجاوز موضوع نيكولا تسلا لأنه مو مهم يعني في موضوع الأخوة. بالنسبة لشخص صراحة تحدث قبل فترة، أحد الأشخاص أرسل لي فيديو أنه تحدث عن موضوع الأشهر واختلاف اللي حصل به خلال الفترة، حسب ما يتحدث أنه يقول أنه شهر رمضان المفروض يعني مو هو مثل ما هو موجود، المفروض هو يصادف في الشهر يعني انه الشهر التاسع من السنه، وانه ما كان موجود شيء اسمه انه ربيع الثاني، مجرد ربيع الاول او جماد الاخر بجماد، يعني شيء هو كان بدون ادله بدون اثباتات، لكن مدى صحه هذا الموضوع يعني نعم هل صح هذا الموضوع؟ انا عملت محاضره بهذا الاطار، محاضره تقريبا شيء 30 دقيقة، وبينت انه يجب ان يكون مثل الذكورة والانوثة. نحن التشريع الاسلامي يمشي على الهجرة التي هي مرتبطة مباشرة، الهجرة اللي مرتبطة مباشرة بالتقويم القمري، بس ولكن فعليا نحن يجب ان نمشي كالذكر والانثى، مثلا بين الذكورة والانثى، بين تقويم الشمس والقمر مع بعضهم البعض. يعني هذا الطرح وقت قدمته انه يجب انه يكون في هنالك نقص 10 ايام اللي هي النسيء، يعني اللي كانوا يسموها من زمان النسيء، يجب ان يكون في نقص 10 ايام لحتى شهر رمضان كلياته يدخل بكل هذا الموضوع. مثلا لما بيجي بيقول لك، انا لما قلت لك مره بمحاضره انه ليله القدر موجوده في كل الليالي، مثلا ليله الكربلاء هي كل الايام، كيف تكون كربلاء كل الأيام؟ كيف تكون القدر كل الليالي إلا إذا فعليا دخلت بهم عبر السنوات؟ فهمت علي كيف؟ يعني مثلا أيام، ها هي أيامكم في الأيام وساعاتكم في الساعات، هي مش موجودة بالزيارة بس، ولكن عم بقول لك إذا أنت أردت أن تكون، واجعل حياتي في خدمتك سرمدا، كيف تكون السرمدية إذا أنت ما كانت كل أيامك شهر رمضان؟ يعني هذه رحمة من رحمة الله عز وجل، إذا أنت ما كانت كل لياليك اللي أنت حتعيشها هي من ليالي القدر. أنت إذا بتحسب 3 أيام من 365 يوم على عدد حياتك، ممكن أنت تاخد مثلا 3 4 أشهر ليالي قدر مثلا، اذا انت عشت مثلا فتره طويله. فهمت علي كيف؟ فبتكون ليالي القدر هي مرتبطه بكل ايامك،
وبكون مثلا عاشوراء مرتبط بكل ايامك، رمضان مرتبط بكل ايامك، رجبك للمؤمنين كل ايامنا رجب، للقريبين من الولاية كل ايامنا شعبان، للقريبين من الله عز وجل كل ايامنا رمضان. هي معناتها واجعل حياتي في خدمتك سرمدا، هي معناتها هي الايه. نعم يا نعم، مثل فهي حديث الرسول على رسول الله عليه وسلم لولا الحسن حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، نعم يعني هي نعم هاي الاستمرارية. نعم نعم هي سرها بهذه الأشياء. إذا نحن ما بالضبط. فسرنا سرها بالأيام والليالي، لكن شو هي سرها لكن؟ إذا هاي نضل متقيدين نعم بالماديات. نعم نعم نعم، ما فبيوضح كل شيء مثلا خلق منهم، كل شيء خلق لهم، فحتى الأشهر اللي طبعا نعيشها خلقت لهم. يحكم عليهم صلى الله عليه وسلم. نعم واجعلوا أيامكم لله، أيام الله. نعم أهلا شكرا لك وسهلا حبيبي، فيك، أهلا، شكرا لأسئلتك أهلا وسهلا. المفيدة جدا، أهلا وسهلا. تفضل إذا حدا بعد عنده، في عندي أخ طالب. نعم طيب، في عندي الأخوة عم يكتبوا كمان أسئلة مهمة جدا. طبعا هذه كلها معظم التخاطر والجلاء السمعي والبصري كلها مرتبط بالتقوى. عندما بس يجي الإنسان ومثلا يغض نظره، الله عز وجل يعطيه من الفتح، يغض بصره نظره يعطيه شيء آخر، بيوقف بيخلي هذا البصر والنظر للقرآن الكريم للأشياء المهمة، كمان بيعطيه أشياء أخرى. الجلاء البصري والنظر لا يحصل إلا بالتقوى. في أعمال تكون عن طريق الجن، هذه كلها تكون مرتبطة مباشرة بالجن. مع الوقت بيوصل الإنسان لجنون، مع الوقت بيضيع، يعني الإنسان بيضيع حاله وبيضيع كل شيء موجود فيه للأسف إذا كان مرتبط. التكلم عن طي الزمان، الله عز وجل يطوي الزمان لبعض المؤمنين. مثلا بعض العرفاء كانوا بيقول لك أنا كنت بعمل 1000 مرة آية الكرسي، بيعملها مثلا بساعتين، هلا بيجي واحد عادي بيعمل 1000 مرة. لا يمكن راح اللايف على الانستغرام، يمكن بيعمل 1000 مرة على آية الكرسي بيعطيها بساعتين، واحد تاني بيعمل 1000 مرة لآية الكرسي بيعطيها بوقت طويل كتير. فطي الزمان لا يكون إلا بالكونية الإلهية التي يريدها الله عز وجل. على كل حال إن شاء الله نكمل محاضراتنا بيوم آخر إن شاء الله، هحاول بين يوم ويوم نعمل محاضرات. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والسلام عليكم. شكرا لكم جميعا، إن شاء الله بنكمل المحاضرات بوقت لاحق. شكرا لكم.